زكريا حداني ابن مدينة مكناس، كاتب مؤلف، كاتب كلمات. انطلاقا من الأعمال الفنية اللي سبق لي اشتغلت فيها مع مجموعة الفنانين مغاربة وعرب، بحال الفنان سعد المجرد، الفنانة ديانا كارازون، مجموعة من الفنانين اللي الحمد لله بسموا على مسيرة فنية يعني كبيرة. دائما تنطلق من مدينة مكناس حيث هي المدينة الملهمة لهذه الأعمال الفنية، واللي دائما الحمد لله تتلقى صدى طيب من بعد ما كتخرج، يعني سواء الأعمال اللي دازوا ولا الأعمال اللي إن شاء الله تعالى غادي تصدر إن شاء الله قريبا، مع فنانين دائما عرب وفنانين مغاربة ديالنا، يعني سواء من الناس اللي الجيل السابق أو لا نوفيل جينيراسيون. العلاقه ديالك مع سعد المجرد شنو هو السر الخلاف ديالك بينك وبينه على اخر ما سمعنا؟ لا ما كاين لا خلاف ولا هادي، شكون اللي قال لكم هذا الخلاف؟ لا والو لا والو، ما كاين لا خلاف ولا والو، بالعكس سعد صديق واخ، وغير مؤخرا هضرنا في العواشر وعندنا ان شاء الله تعالى واحد المفاجاه ان شاء الله تعالى غادي تكون باذن الله تعالى. اول حاجه سعد اخ وصديق عزيز جدا، لا هو ولا الاستاذ البشير عبدو، لان العائله ديالهم كتربطنا بها واحد العلاقه صداقه ومحبه، ودائما نتواصل في المناسبات ومن غير المناسبات. ان شاء الله تعالى الا كتب الله غادي يكون عمل ان شاء الله، غنخليه مفاجاه حتى يقرب يصدر يعني اوفيسيالمون، وسنخصكم بالتفاصيل التامه ديالو، تكونوا عندكم سكوب. هذا فيما يخص سعد. وسعد بالعكس اشتغلت معاه في جوج الاعمال اللي الحمد لله، مال حبيبي مالو، والاغنيه ديال ليلتنا عيد اللي كنا درناها اهداء للعائله الملكيه. فالحمد لله علاقه جد طيبه، وكي قلت لك قريبا ان شاء الله تعالى يكون عندك خبر حصري. وعلى ذكر سعد المجرد، اخر اعمال ديالو كيفاش استقبلت هذا العمل الاخر؟ شنو هو الراي ديالك؟ عمل زوين، يعني انا ربما كنعرف الكواليس ديال العمل فوقاش جا، فوقاش هو كان تم الشغل عليه في الفتره الاخيره، وكانت تريت عم باش في الاصدار ديالو. فسعد عودنا دائما على ان الاعمال ديالو كتكون ناجحه، وكنتمنوا ان دائما يكون العمل من نجاح الى نجاح اكبر. وهو عنده دائما عنصر المفاجاه، يعني واخا يعطي عمل ديما تسناو منو اعمال اخرى، يعني انه تجتهد تشتغل، ماشي من نوع الناس اللي كتلقاه صافي كينزل العمل ما تنزل العمل الا وتتكون عنده لا فيزيون ديال العمل الجاي كيفاش تتكون دايره وقوامها كي تنقولوا. كتظن انه غادي في التطور ولا غادي في التعاون؟ شوف دائما الفنان تيعيش في الحياه ديالو، تيعيش واحد الفترات ديال الصعود، وواحد الفترات ديال نقدروا نقولوا شبه نزول، وعاوتاني تجي موراها فتره الصعود. الاهم في المسيره ديال الفنان هي الاستمراريه، وهي ان شحال السنوات الابداعيه اللي غيقضي. سعد اتنبأ ليه ان الاعمال الفنيه الجايه ديالو غتكون اقوى، ورغم ما الفتره اللي العصيبه اللي داز منها وداك الشيء، هذيك ما هي الا واحد المرحله غادي تدوز، دازوا منها مجموعه الفنانين ومرحله وكتدوز. نتمنوا الخير ليه ولجميع المسلمين، جميع الفنانين، جميع المبدعين اللي دائما الى غابوا تكون لسبب، ما تيغيبوش يعني هكا غير فولونتي. اولا كنبغي في هذه المناسبه هذه نحيي فريق العمل اللي على الراس ديالو الصديق ديالنا السي ادريس الروخ والسي حسن الروخ اللي هو رئيس الجمعيه المنظمه، ومن الناس اللي في مدينه مكناس كيشرفونا، يعني سواء في الشق الثقافي ولا الفني. هذه ماشي مجامله، هذه تنقول كلمه زعما كلمه صدق، هو اننا فرحنا بزاف فاش عرفنا بان هذا المهرجان هذا غادي يكون في مدينه مكناس، نظرا لان مدينه مكناس محتاجه المواعيد الثقافيه في هذا المستوى هذا، ونظرا لان عندنا من الفنانين ومن المبدعين في مدينه مكناس ما يؤهلها انها تكون مدينه ثقافيه فنيه بامتياز. هذا المهرجان هذا ما غاديش يكون ان شاء الله، ما غاديش يدوز مرور الكرام، لان الدليل على هذا هو ان الدوره ناجحه الحمد لله، لان فيها مجموعه ديال القامات الفنيه ديال السينما وديال الفيلم اللي جاوا من دول كثيره، من مصر، من الكويت، من مجموعه ديال الدول، واللي ماشي سهل باش تجيبهم اولا، وتتجي
حتى التغطيه الصحفيه ديال الناس الاعلام سواء المغاربه اللي تنحيوا من هذا المنبر هذا ولا الاخوه العرب غيعطيوها واحد صدى كبير عربيا. ودجا انا البارح كنت في اطار مهرجان اخر يعني في المنطقه ديالنا فكنت مدعو فوفاجأ يعني بسمتو من طرف الصحفيين اللي جاوا من ديك الدوله يعني تاكدوا انهم بغاو يجيو يحضروا الختام وبغاو يحضروا يعني يشوفوا المدينه ويتعرفوا على المؤهلات ديالها. فهذا مكسب للمدينه ومكسب للمنطقه ديالنا كامله. الكلمه اخيرا نتمنوا اولا تنشكر هذا المنبر الاعلامي الوانكم على الاستضافه. كنتمنوا المهرجان النجاح ان شاء الله تعالى وكنتمنوا ان شاء الله تعالى اننا الاعمال ديالنا يروقكم ونوصلوا دائما الى قلوبكم بيسر ان شاء الله.